خلي امي وابويا كده واجيبوا العيال ما شيء اقوم. جاء اتصال طارق قبل خروجنا على الهواء، تفضل تقدر تاخذ اتصالك على الهواء. الو يا صفيه السلام عليكم. ايوه دلوقتي انا على الهواء مباشره. ايه اهو بصي لي الله يخرب بيتك يا بنت يا صفيه. خلاص ليه هذا المقطع ده انا على روتانا خليجيه ليش؟ عشان اخليه لا انتشر مثلا. الآن إحنا قاعدين بالضبط مشاهدينا نطلق معاكم فقرتنا هذه اللي راح نتعرف فيها، أكيد يمكن أنتم تعرفتوا على موهبتين مميزتين لشابان تمكنوا وأبعدوا في تقليد وتقبيص الشخصيات المختلفة حتى أصبحت هذه الشخصيات جزء من يومهم ومحتوى يقدموه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاقى على إعجاب الكثير من المتابعين. معانا اليوم في الاستوديو أخوكم علي الدحطاني ابو فتحيه. علي القحطاني ابو فتحيه، اهلا وسهلا ابو فتحيه. شمالي خان يبقى سعودي ولا باكستان؟ باكستان خلينا سوا باكستان. باكستان خلاص شمالي خان. شمالي خان هي يا شيك. الان انتوا الان من جد قادرين تفصلوا بين مش عارفه والله شو اقول لكم، انت سعودي ولا مصري ولا سعودي ولا باكستاني؟ معلش انا اتكلم الاول انت ما تتكلمش. خلاص كودره انت سكر خلاص انت ده. خلاص بدينا نكلام طبعا الحاجه دي دلوقتي بدات تتاثر علينا من الدار. يا عم انت خلاص سيبنا نتكلم. الله اكبر عليك ما في صبر خلاص انا اسكت. طبعا الحاجه دي بدات تتاثر علينا بالكلام بتاعني برضه. ما اتكلم سعودي ما نقدرش، اي حد يكلمني ولا يشاور لي ما اروح ما اقول له الكلام ده معاه بالصعيدي. طبعا انا الان صارت تدخل معي اللهجه الصعيدي حتى معي بالدوام اثناء عملي ببيتي، فصارت تدخل النغمه او اللهجه الصعيديه. وللامانه كثير يسالني يقولون شلون تعلمت اللهجه الصعيديه؟ صح. اول شيء انا احترم اخواننا اهل مصر واهل الصعيد، اتشرف والله اني اقلدهم والبس اللبس والزي اقدع ناس على راسنا من فوق والله يا ست، فشرف لنا نتكلم يا عم. خلاص اسكت انت، متى يسكت؟ مصري كلام ما في يسكت، شويه اصبر. باكستان موجود ها؟ انا باكستان كم سنه صغير موجود، انا كلام باكستان كثير ها؟ بعد مصيبه ايش؟ من انا صغير شوف باكستاني حركه انا اروح سوا سوا سيم سيم. مستحيل انت سعودي. لا سعودي. انا اشك انك سعودي. ما انا سعودي. كيف اتكلم سعودي؟ طيب اقول لك يوم كنت صغير كنت اطارد الباكستاني واسبابها وش هي؟ اسبابها فلفل، تعرفين الفلفل؟ اعرف. كان اول ما يضبط الصبح يضبط الادام الباكستاني كان عندنا في مزارع هناك. اروح اضرب معه وبعدين قعدت اقلد فلفل عكل كوبوز روتي. تحسون مش راكب الشكل على الكلام. بعدين يجي سمسم باكستان، الحين باكستاني كبير، اول صغير باكستان الحين كبير. ما شاء الله خير هاي؟ السلام عليكم. ما شاء الله عليكم. يعني اول شيء اسمحوا لي طبعا احنا ما تاكدنا من الاسامي، انا في البدايه ابغى احاول اسمع طبعا علي القحطاني. اي نعم. يا هلا وسهلا فيك. وعيد الرشيدي يا هلا وسهلا فيكم. يعني ما شاء الله عليكم بدعتوا والله العظيم. يعني انا اقول من اول ما دخلت علينا تحكي صعيدي اقنعتني الصدق. اقنعتني يعني باين انه انت مو قاعد تمثل، باين انه انت متقمص الشخصيه بكل ما تعنيه الكلمه. خلينا نبدا يعني. طب انت شرحت لنا الحين انه انت هل رحت الصعيد علي؟ هل عاشرتهم تعرفهم زين ولا تروح زينا القاهره وترجع؟ طبعا انا ما عمري وصلت مصر. لا عمري وصلت ما الصعيد. صدق. اي نعم. الشيء الثاني كثير من اهل مصر ومن الصعيد عندي تعليقات كثيره على التيك توك على اليوتيوب على كثير من قنوات التواصل يحلفون حلف وممكن في مقاطع كثير شافها انه مستحيل هذا الشخص انه يكون سعودي. بسبب اتقان اللهجه ما شاء الله الكاركتر الشكل المشيه. طبعا ما نظبط المظابيط دي ما انتم عارفين عشان الواحد يخش كده لازم نظبط الحاجه دي. طبعا فالكلام ده والسرعه بالكلام ربنا يديكم العافيه يعني متقنها 100%. فالجماعه كل ما يخش يقول لك والله العظيم ما ندي لهم البطاقه بتاعتي وندي لهم الدواز بتاع السفر ما ندي لهم كل حاجه، ما بقاش لما نروح معاهم الا الاحوال ما يصدقوا يعني. ما هم مصدقين اني انا سعودي. اي بس شلون علي يعني بدك تشرح لي يعني اذا انت يمكن عيد قال لنا انه كان عندهم ناس يعملون معاهم يمكن في المزرعه فسهل انه مو بسهل بس انه يعني يمكن اسهل من انه انت تاخذها مثلا من تلفزيون او طبعا انا اتقمص اي شخصيه ما شاء الله اي كاركتر سواء من جنسيات الاردني سوري يمني باكستاني. يلا سمعني سوري.
إك لكان أنا ولا هو فين يلا نقاش الآن حاولوا بالسوري يا أخي ما عم بيحكي معك يا أخي ما لك عم تتحكى معهم لك شو لك شو شو بدها لك ما عم تزبط معه العمى طرقك لك العمى طيب خلوني أسألكم يعني دخلتم مجال السوشيال ميديا وقدمتم موهبتكم كمحتوى كوميدي هل أنتم مع بعض في السوشيال ميديا ولا كل واحد منفصل منفصلين موجب المناطق طبعا هو في حايل وأنا في سكاكا الجوف يربطنا أحيانا مثل مهرجانات أحيانا زيارات لبعض المهرجانات أو الحفلات العز أخش الكلام الصعيدي برضو خيخش علي ما نعرفش يعز منيه على المهرجانات والحفلات اللي تصير عن طريق المناطق فنتخاوى ونظهر بعدين هو اتصل جوال وقلت كلام تعال أنا يجي أنا فيه عندك شوية أنا أسوي واسطة هو أسوي واسطة أنا تعال أنا وكلام كل واحد يزبط الثاني يعني أنا عاجبني اللي عاجبني تقمص عيد أنا مش قاعدة مع شاب سعودي يا جماعة إحنا قاعدين معاه سعودي إيش فيك يا شيك أنت سعودي لا تخليني أطلق معك الحين يا باكستاني بس أحاورك بالباكستاني ما في خوف يا أخو طيب إيش اسمك الباكستاني؟ شمالي خان شمالي خان ها هذا اسم العامل اللي كان يأكلك الإيدام من الفلفل؟ لا ما فيه هذاك اسمه غلام هيدر غنام الحين هو عجوز ممكن موت ما أدري هذا باكستان عجوز مرة لي قلني شلك يا أخي يا أخي مالك قلني شلك وما شابك يا أخي طبعا ايش كلام هذا ايش كلام هذا هو كلام انا ما في ملون باكستاني ما في ملون كلام هذا مصري ايش كلام طيب انا بصراحه يعني انا مش محتاجه اتحاور معكم انا حاسه اني محتاجه اتفرج على هالابداع المسلسل الجميل المسلسل احتاج اشوف كذا سكتش جميل ما بين شاب باكستاني الو يا صفي هو هرمه اتصل 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 ايوه ما في سنه واحده ايوه دلوقتي ده انا على الهواء مباشر ايوه روح يخرب بيتك محلاك يا روح هرمه روح ايوه يا عم اسكت روح هرمه انت خوف هرمه بس اتفقت انا وانت ما انت لا روح طبعا يا صفيه دلوقتي تجيب العيال وام وابوك كده وتفرجوا يخرب بيتك محلاك ايوه مز الله يديكم العافيه الله اكبر يلا الله اكبر الله اكبر محمد رسول الله السلام عليكم تفضلي معلش الحاجة دي معلش تحياتنا اكيد لصفية طب انت ما في مدام صفية زوجتك ولا امك ولا حبيبتك ولا بنتك انت تقول ابو صفية لا ابو فتحية البنت اسمها فتحية يا نسا هو اغراض كثير ما شاء الله ده الباكستاني مبين عليه حقوم الخمه لان انا بس اعصب يا عم سيبني اسبح واذكر ربنا خلاص اذكر الله الحاجة دي الحاجة دي ما اخش على الحاجة دي انا عندي اسم الشهرة ابو فتحية والولية اسمها صفية عشان نخش انا وانت والحاجه دي ما نتكلم معاها كده الله يديك العافيه انا اسبح دلوقتي عيد انت ما في مدام يشوف الان مدام في شوف بس وين مكان انت معنا ما في ملوم ما تعرف وين المدام هو ملوم انا بس ما يبغى علم انت ولا ثاني نفر هو اكيد شوف هو وين باكستان ولا سعوديه انت ما في ملوم صح ما في معلوم هاي خلاص باكستاني ما يبغى علم ليش هو مبسوط دم حار باكستاني ايوه هو هرمه اهم شيء هرمه 100% باكستان بكذب طبعا كذب عليه ما في سمسم هذا خوف دي كذبتين كذب علي ولا ما تتكلمش باكستاني ما في خوف صدقك والبنت صفيه ما تسمع كلام شوف اسكت صفيه 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 كله هنا كله طريق روح هاي اللي يجي يرفها كله صفيه صفيه ما تتبدل البنت صفيه دي بتحبني يا ربي خليش دخلنا طب اسمع اسمع شباب خلوني اسالكم سؤال موظفين؟ ما في انا موظف نص وظيفة انت نص وظيفة؟ اي وانت؟ ما في وظيفة ليش؟ تصدق بس هذا سؤال قفل انا ما يبقى هذا ثاني طريق طبعا موجب دوامات واعمالنا سبق ان كنا في وظائف وبعد فترة يعني ما شاء الله ترانا سننا شوي يعني ما احنا صغيرين فالسوشيال ميديا جتنا متأخرة شوي كبروز انا واخوي افغان باكستاني ربنا يديك العافيه ظهرنا خلينا نقول حبه حبه ما خشينا خلينا نقول دخله قويه كنا نحاول ان نقدم الشيء اللي يليق باصحاب الكاركتر هذا ما نحاول ان نسيء طبعا ونحاول ان نوجه رساله حلوه للناس الا ان الان السوشيال ميديا اصبحت كثير من الناس يصبح بالسوشيال ميديا بس ايش المحتوى صح 100% احنا نحاول ان نقدم شيء يليق
شيء يبسط الناس. طبعاً. اليوم نشوفك يضحك ويقولك والله انك ابسطتني الله يوفقك. هذه عندي تسوى الدنيا ما فيك. ما تبغى الناس بعد تفهمك غلط يعني. نعم. في بعض يعني بعض الجماهير يعني صعب ارضائهم، يمكن الجمهور بعد السعودي ترى من اصعب الجماهير يعني يعرفون. نعم. اذا هذا متقن مش متقن، هذا متقمص ولا هذا يمثل، يبين معانا. خليني برجع لك عيد وبسالك عن يعني موضوع جدا مهم. يعني انت شايف الحين توجهنا كدوله، توجه السياحه، الترفيه، المسارح، المواهب، تبني المواهب والى اخره. هل تواصلوا معاكم اي جهات معينه، مثلا خلينا نقول هيئه الترفيه او وزاره الثقافه او الى اخره، او هيئه المسرح والفنون؟ هل انتم لو جتكم هذه الدعوه او احد تواصل معاكم، هل لكم الرغبه انه تتبناكم جهه معينه وتقدمون خلينا نقول عرض مسرحي او تمثيلي او فيلم؟ هل هذا شيء يعني عملتوا حساب او تفكرون فيه في المستقبل؟ والله شوف، ما في معنى هو يجي، ما في معنى، لكن انا يعني ما يجي نفر هو كلم، لكن يجي كلم ما في معنى ان شاء الله. شكرا على التواضع. يعني هذا خدمة أنا أسوي مشان الناس مبسوط، يعني يأخذ على الفطور البيض بتاعي بيأكل حبتين وأنا بأكل حبة، يبقى كذاب. شوف مين بطن كبير؟ مين بطن كبير؟ ما أنت تأكل ما بيبينش عليك. شوف تسمح لي أتكلم قبل شوية؟ أنت إيش تسوي هنا؟ تسمح لي أتكلم؟ لا ما اسمع أنت، أنا كلام أنت. إيه اتفقت أنا وأنت، ربنا يديك العافية. تفضل أنت، مش كل مصري هذا. طبعا أنا أقول لكم الحاجة دي، حنا نبي أي جهة يمكن تكون رسالة لمعالي تركي آل الشيخ، احنا أصحاب مواهب، كاركتر، شكل، كلام متقن 100%، نظهر على مستوى المملكة وخارج المملكة شيء مشرف. أنا كثير ناس كلمونا قال أين الترفيه عنكم؟ أين معالي تركي آل الشيخ عنكم؟ أين الكثير من التلفزيونات، من الإعلام، من تكلمت عنه الصحف بالآونة الأخيرة، بس إلى الآن ما لقينا حاضنة. ستيب باي ستيب يا علي، ما في شيء يجي من يعني من النهاية، لازم ستيب باي ستيب. أنتوا اليوم في سيدتي، إن شاء الله بكرة الناس يعني راح تعرفكم أكثر وأكثر، تصير لكم شعبية، وطبيعي يعني هذا شيء بعد مو مستغرب على معالي المستشار أو هيئة الترفيه. ترى قاعدين نشوف مواهب يمكن ما كنا نعرفها. نعم. أمس وصرنا أصبحنا نعرفها اليوم بسبب أنهم طلعوا في موسم الرياض، أو بسبب أنه النبي في موسم الرياض، او طلع في سيدتي فعليا يعني. وبعدين دائما تاكدوا ان الشخص اللي عنده موهبه اكيد راح يقدر وراح يوصل. انتم ما شاء الله تبارك الرحمن ما كملتوا 10 دقائق معنا، جميعنا مبسوطين وطاقه ايجابيه، وفعلا انتم مبدعين يعني، ما هو بس كلام. وان شاء الله نشوفكم في مجالات اكثر واكثر. لكن لو خيرتوا اليوم، خلينا يعني على سبيل المثال، مسرحيه ولا عمل درامي او يعني كوميدي؟ كل واحد يعني ما في مشكلة، مسرحية، عمل درامي. ما تحسه صعب أنت كذا على طول عند الجمهور؟ ما في صعب والله، صعب إيش؟ ما في شيء صعب يعني. عادي توقف على الستيج عند الجمهور؟ ما في مشكلة، أي مكان رود. ما تتوتر؟ هو كلام باكستاني يمشي 160، ما في وقف، وقف فايدة ما في. أوكي. إي بس. صح. باقي صح. عند مدير كبير هنا. وعلي؟ طبعًا أنا على استعداد تام، أقدر أواجه لو كان قدامي إلى مليون شخص، أقدر أتكلم، أتحاور. طريقة التفاتي للكاميرات، كلامي معكم يعني محاورتي الحمد لله متقن الشيء، ما عندي ارتباك أثناء ما يصير في عندي مشهد أو حوارات. كثير من المقالب الآن يدخل فيها مسألة الجد، أنا ساعة المسألة العاطفية الآن على استعداد أن أنزل دمعتي الآن وأنا أكلمكم، أقدر أنزل دمعتي وأبين للشخص أني أنا فعلا عاطفي، شيء واقعي، أني أنا بكيت. نعم. فهذه اللي يقول عنها دموع التمسيح، معلش يعني. اعتراف. اعتراف. طيب انا ابغى انت تطلع لي. يا ويلك من صفيه. صفيه ما عشان كذا انا عذبتك سنه واحده كذا، ما دمع الا. مبسوط هر ما اشوف. لحظه، انت تقدر تبكي الان على الحلقة. والله يبكي ما يقدر يا اخي. سنه واحده كذا عشان انت باكستاني ما تقدر، بس مصري يقدر. ممكن. شفت كذا؟ ايوه قلبه هو دينمو صغير. دينمو صغير؟ أيوه. حسستني يا عم دخل على موتور ميه. لا انت دينمو صغير، باكستان كبير. سيم هراتا. سنة واحدة كده مظبط الحاجة دي عشان تيجي. ممكن تيجي بس ما تقربش، ما تقربش الكاميرا دي. لحظة. شمالي خان وابو صفية، مرة سعدنا بوجودكم عندنا. طول عمرك. وصراحة غيرتونا جو انا والبنات، اكيد المشاهدين نفس الشيء. وش رايكم انتم تختمون الفقرة هذه؟ نطلع فاصل. نبغى سكتش كذا نتفرج، ابغى مشهد كذا اتأثر. ونطلع فاصل على طول على انتم تقولون فاصل. يلا. يبغى فاصل الحين ولا كيف؟ لا لا سوي مشهد. سوي مشهد مشهد بعد خلاص مشهد نطلع فاصل. وش يبقى مشهد؟
انت وش يبغى ايش؟ انت الكلام. أيوة. انت سوي مشهد ما تطلع فاصل، صرنا حتى احنا نتكلم انت وانت. سوينا لقاء بالباكستاني. انا اسوي ما مشكله. كثير تاثرت الناس حتى اثناء حواراتنا اثناء مشاهدنا مقالب اللي انا اسويها، كثير من الناس يتاثر والله حتى بلهجتنا وبكلامنا اللي احنا نطقنا. نقول سيدتي سيدة سنة واحدة كذا علقت البقدني سنة واحدة ده. ما يعلق أنت إيش علق؟ يا عم ده الحنك ده علق سنة واحدة. نقول سيداتي وسادتي وصلنا على المركب والوسادتي وعايز الود الباكستاني يروح ويرجع تاني فاصل عشان نقدر نواصل وكل حاجة حاصل. ربنا يديك العافية ونظم لك القافية. خش جامد وسلم لي على الود اللي اسمه حامد. حامد مين هذا؟ حامد ده كل يوم يروح يجي يتكلم معك. إيش دور؟ إيش دور هو؟ دور ربنا يدورك ان شاء الله وتخش حامد. ايش دور عندك؟ ها؟ والواصل وفاصل عشان ما تخش المفاصل. فاصل واصل بعدين يرجع تاني. تاني مره يجي. وانا مش حتلقاني مكاني، حمشي وسيبك. ما في مشكله، انا دخل انا. انا ما مش دخلك. دخلك لجيبك وانا دخل لجيبي. خلاص واحد دخل انت قوم رو ما في مشكله. والله العظيم دايم مصري زلان. منطق اسنانك دلوقت على المكان ده. انت باين عليك عايز انا مالوم مضربة. انا مالوم مصري اللي هي ليش اكل؟ فول. ايش تاني هذا؟ طعمية. هاي ده انتوا بتاكلوا الخشب. اشوف ده انتوا بتاكلوا هذا طعمية. هذا تاني سوية زيت سوا هذا باكستاني. لا تقولوا الكلام هذا، لا يزعلون علينا بعدين اخواننا المصريين. لا ما في زلال. الفول هبو والاشياء هذه انا احبها. أنا اليوم انا سوا طق بيز اكل. والله انت يا باكستاني كله شيء اكل اليوم. بعدين هنا يجي وتتركه بصحة يجي هو كلام. ايش فايدة؟ شوية اكل ما في مليان. ادله نفس صناعي ده حيطول. يا عم خلاص. يا عم عدادك ما بقلبش. خلاص يا عم. الله هديك. مشكلة انت ما هي كويس. طبعا رسالة أخيرة نقولكم فاصل إن شاء الله ونرجع نواصل بس ما نعرفش نقعد مكاننا ولا نمشي احنا خلاص. ها والله خلاص ممكن خلاص التاريخ خلاص هذا نفر. خلاص امشي ما تبقاش تقل دار. خليك صعيد حنين يعني مثل المصريين يقول لك دمه خفيف. أنا ما في صعيدي. دمي شربان. زندباد. بعد الفاصل. رغم معاقبة القانون عليها، لماذا تصر بعض النساء على تفتيش جوالات أزواجهم؟